يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يقول رجل اعتدى علي وضربني وأنا سامحته من أجل أن يغفر الله لي، فإذا قابلته في الطريق لا أتكلم معه، فهل هذا يعد من الخصومة والهجر المنهي عنه؟ أي نعم، ما دام سامحته فأنت تكلمه وتسلم عليه ولا تهجروه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصفح الجميل، هذا هو الصفح الجميل، أصفح الصفح الجميل، الصفح الجميل الذي ليس معه عتاب ولا عقوبة. نعم.